ركزنا على برنامج عمل الوزارة التنفيذي وفق توجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله اللي جات في الخطاب ديال العرش وفي خطاب 20 غشت واللي دعا صاحب جلالة الحكومة إلى الدعم والحماية الاجتماعية من أجل دعم التمدرس والحد من الهدر الدراسي، وقدمنا عدد المشاريع بأرقام، والحمد لله اليوم كاين واحد الاستجابة لتوسيع هذا الاستفادة من هذه برامج الدعم الاجتماعي، واللي كنطلب الله يكون عنده واحد الوقع مباشر إلى تيسير التلاميذ في المسار الدراسي ديالهم والحد من القطاع المدرسي. أيضا القضية المحورية المهمة هي موائمة سوق الشغل مع التكوينات لتأهيل الشباب العاطل لولوج هذا سوق الشغل، وأيضا قمنا بتقديم واحد عدد من المبادرات اللي احنا إن شاء الله غادي نبداو بالتنفيذ ديالها والتطبيق ديالها منذ هذا الدخول الجامعي والدخول التكوين المهني، من توجيه من مراجعة منهجية بلورة التكوينات، من إدخال كفايات الحياتية والذاتية والثقافة العامة وروح المبادرة في هذه البرامج، وأيضا إشراك المهنيين والفاعلين والشركاء لخلق واحد العرض التربوي يتماشى مع متطلبات سوق الشغل.